انت قتلت حد تاني غير الولية؟ ما ترد عليا. لما سألت عليها البواب قال لي انها مراته. عالي انت رافع كمية. معاك طبعا كم. عينيا لو دمعت هخزقه. بس انا صعبان علي نفسي. اوعى تفكر في اللي بره. اللي بره واسع والكل سالك فيه، لكن هنا ضيق. وانت يا ابن الناس مش ناقص خنقه اكتر من اللي انت فيها وزنقه. علي علي قتل راجل. قتل قتل وخلاص. وانا اتشويت. انا اتشويت. سيبوني اكلم عسليه اقول لها حاجه. طيب عطوه في ايه؟ عطوه علي علي قتل راشد وشوه وشه في تون وهرب. الراجل اللي دفعت له فلوس كتير عشان يخلص عليا مش طلعت اعرفه وما قتلنيش. مدام داليا انا مش فاهمه بتتكلمي على ايه خالص. انا جايه لك بالرساله النهارده من هاني وسامح. عارفه انكم عملتوا لي جميله مش هنساهالكم عمري. أنا النهاردة خلصت من أكتر واحد بكرهه في حياتي اسمه راشد. أول حاجة جت في دماغي إن ربنا انتقمني منها. وأكتر حاجة رعبتني إن أنا كنت مبسوطة إن أنا شايفاها بالمنظر ده، بس في نفس الوقت كان قلبي بيوجعني على أختي الكبيرة وما كنتش عايزة أشوفها بالمنظر ده. أعتقد إنها مش عارفة هي بتقول إيه أصلا. هو حضرتك مين؟ أنت تعرفيها؟ عرفها. كانت بتشتغل عندي خدامة. صباح الخير. صباح النور. حاجة؟ أنا عايزة أتكلم معاك شوية. تفضلي. مختار أنا أنا كنت عارفة قبل ما أي حاجة تحصل بيني وبينك إن أنت إنسان لعبي وبتاع ستات ومقضيها يمين وشمال، بس ما كنتش متخيلة أبداً إن اللي بينا ينتهي بالسرعة دي. ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده؟ ممكن. مختار انا كل يوم بحاول اقنع نفسي ان احنا اصحاب لكن ما قدرتش. ممكن لو سمحتي ما نتكلمش في الموضوع ده. ليه يا مختار؟ عشان انا مش عايز ازعلك. ليه؟ هو انت ما كنتش مبسوط وانت معايا؟ كل حاجة انا حتى مش عارفة كان ايه كل حاجة بينا. انا كل اللي انا عارفاه ان انا كنت مبسوط. للأسف كنت مبسوطة وانا معاك. انا عملت معاك حاجات عمري ما عملتها مع حد تاني. اسمعني، انا عمري ما اتأخرت بره بيتي وشرب وثقت فيه. مروة، اللي حصل ما بيننا ده شيء عادي جدا بيحصل في كل وقت على طول. لا انا مش كول قوي كده زيكم يا مروة. احنا اتنين اعجبنا ببعض زي ناس كتير، قربوا من بعض انبسطوا شوية وخلاص كل حاجة بيروح لحاله. والله اعلم جايز بيتقابلوا تاني بعدين. بتحس. انا ما صدقتش لما قالوا لي ان في ايه. مفيش حاجه. غمضي عينك.
افتحي. انت ما بتحرمش؟ انت رسمتني كم مره لغايه دلوقتي؟ 11. حلو، عجباني، احلى مني. مش حقيقي، الاصل احلى. وبعدين معاك؟ احنا مش اتفقنا؟ اتفقنا على ايه؟ اني اقعد احب فيكي كده عمال على بطال لغايه لما تغيري رايك. مختار، احنا بجد لازم نتكلم في الموضوع ده. انا بتكلم بجد. انا عارفه انت بتفكر في ايه وحاسه بيك، بس عشان خاطري مختار ما تخلينيش احس بالذنب ناحيتك. خلاص بسيطة، ما تحسيش بذنب. ما انت بتعمل كده على فكرة داليا. اي واحد بيحب واحدة بيبقى نفسه يوري لها قد ايه هي مهمة وقد ايه هي على باله، علشان يمكن في يوم تحسي بيه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يا ست فتونة عقلي، الواد كده هيموت في ايدك. غوري يا وليه بره. شاهين ملوش دم. غوري لغزك بالسكينة. انت بتعملي ده كده؟ الواد هيفطس في ايدك. ارحميني. غوري يا وليه. حرمي سويت. ما تخافش، استرجل ياض وانشف كده. امك هي اللي واطيه، عايزه تحبسني في البيت ده، عايزه تقعد تتفرج عليا وانا متشوهه. هقتلها، فاهم؟ الو، ايوه فردوس، مالك؟ في ايه؟ ابني. مين؟ ابني. داليا، داليا. بجد؟ أنا هخرجك من هنا. إزاي؟
اللي بدفع لكل الحراسه اللي هنا. هقول لهم سيبوها كده بس سهله جدا. يلا يلا عشان تلبسي احلى فستان عندك اخرجك خروجه تنسي الدنيا بعدها. يلا سيب السكينه دي. مش هرحمك على اللي عملتيه. سامع؟ مش هرحمك يا فتون. ماشي يلا يلا عشان تغيري عشان اخرجك. انا هغير وارجع لك على طول. انا مستنيك. مشيها من البيت. انا اسفه ان انا سبتك معاه. خلاص بقى الواد مرعوب كفايه. كنت عايزه تقتله يا مختار. كنت عايزه تذبح ابني. ما اظنش كانت هتعمل كده. عامة ربنا ستر وهي ادتني الولد كل شيء. ايوه سعد. لا مفيش حاجه الحمد لله، موقف سخيف وعدى. لا ما اظنش داليا هانم هتيجي الشركه النهارده. هكلمك انا، هاجي لك انا. يلا سلام. شركه ايه؟ لا انا عايزه اقعد مع ابني، مش هنزل الشركه النهارده. ماشي لو مش عايزه تروحي بكره كمان ما تروحيش بكره. يا ريت استلم كل حاجه واختار في الشركه الفتره دي لغايه ما اعصابي تهدى شويه. حاضر. بس الموضوع الحمد لله عدى على خير اهو، مش محتاجه بقى اعصابي. لا محتاج. بقول لك انت عايزه تقتل ابني، دي مجنونه. ماشي معلش يا مختار انا اسفه، عايزه اقعد مع ابني لوحدي. حاضر لو احتجتي حاجه كلميني. متشكر قوي يا مختار. الشركة اسمها الاتحاد، وهي شركة كبيرة جدا في الخليج، وبتشتغل في المركزات الغذائية زي المربات والعصاير وحاجات تانية كتيرة زي دي. الشركة دي بقالها 3 سنين في السوق، وفي الفترة القليلة دي قدرت تعمل سمعة هايلة ليها. هم عاوزين يبنوا مصنع في مصر هنا وطالبين تحديد ميعاد معانا، فياريت حضرتك تبلغ مدام داليا وتشوف الميعاد اللي يناسبها. حاضر بعد 4 أيام يوم الاثنين مثلا، بس داليا مش هتكون موجودة. احنا هنقعد معاهم وهنشوف شروطهم ايه ونتفق على النقط الرئيسية الأول وبعد كده نبقى نقولها. بكرة يا فندم لجنة الاستلام هتنزل الكومباوند عشان محضر استلام التشطيبات لازم يتمدي. ما أنا عارف. هما يخلصوا بس التقرير والإجراءات تمشي عادي. سلام. أيوة. أنت فين يعني دلوقتي؟ طيب زي ما اتفقنا هجيلك. سلام. انا لازم امشي. طيب انا عارف ان مدام داليا قدامها شويه على ما تركز مع الشركه، ولازم كلنا نرتب نفسنا على كده، بس على الاقل يكون في يوم واحد علشان التوقعات. ويا ريت يا ريت يا مختار يكون اليوم ده ثابت ومعروف للكل. حاضر. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا استاذ. استاذ في ايه؟ بكلمك. طب يا عم ماشي. عمر. انا عايز نقابل صاحبة البيت. اقول لها مين؟ اقول لها محروس. محروس؟
محروس اسكندراني. طب اطلع بره كده يا احمد. والله اطلع بس بره كده. هنتحرك من هنا غير لما نشوفها. طب اطلع بره. ماشي. اتفضل. طلعنا. اتفضل. ماشي. ماشي. طبعا خير يا فردوس. في واحد اسمه محروس الاسكندراني عايز يقابل المدام. شاهين عايز ايه؟ مدام داليا، في حد واقف بره عايز يقابل حضرتك، بيقول اسمه محروس. ما قالكيش محروس ايه؟ بيقول اسمه محروس الاسكندراني. قولي لان انا ما اعرفش حد بالاسم ده. حاضر. لا استني، ما ينفعش يمشي. طب اقول لان ايه؟ يا مدام داليا، طب اقول لهم ايه طيب؟ يا مدام طب قولي لي طيب في ايه؟ خير؟ هاتي لي جزمتي وشنطتي. حاضر ثواني. وفلوس. يا رب يا رب تاني. طب في ايه طيب؟ طمنيني طيب في ايه؟ اقرب لي. انا داليا اقرب لي. انا بامان هنا، انا تمام. خدي بالي على جوه. حاضر عليك كويس قوي. حاضر حاضر. ايوه مختار. ايه في ايه؟ ايه؟ الحقني انا في مصيبه. ايه تفهميني بس، ايه اللي حصل؟ محروس بره. يبقى واقف قدام الباب لغايه لما اجي. بسرعه مختار والنبي. مختار باشا افتح يا ابني الباب. خش انت الخربجه من جنب شاهين. حاضر. مين؟ مختار. هو ده محروس بتاع اسكندريه السواق؟ اه هو وصل لحد عندي. تفتكر تفتكر عايز ايه ده؟ بس انا شكلي شغال طاير مش هيعرفني صح؟ مش هيعرفك؟ اه هو جاي هنا ليه؟ هيبلغ البوليس؟ حتى لو حصل احنا ما عندناش مشاكل. اه احنا ما عندناش مشاكل، احنا ما يهمناش صح؟ صح. خلاص قابله انت. قبله انت بخير. قبله انا بصفتي ايه؟ اعرض عليه فلوس كتير، اديله اي حاجه عايزها. مشيه. ما ينفعش اقبله. قبله بصفتي ايه؟ انا ممكن اقبله لو انت هتبقي قاعده في المقابله. ما تعرضيش عليه فلوس كتير عشان ما يطمعش فينا، وهتتعاملي على انك داليا نور مش الست اللي هو اتجوزها. انسي عسليه دي تماما. انا داليا نور. انا مش زينب. انا مش عسليه. استر يا رب. عسلية عايزة مخدرات، دماغي هتتفتك. مفيش حاجة، مش كفاية الأكل الصايص اللي بتجيبهولي. علي ما بيحبش الأكل اللي مسبك. أنا هطبخ لك، هطبخ لك كل الأكل يا أخويا اللي بتحبه. إنما راشد أنا مش هطبخ لك حاجة أبدا. أنا هجوعك، هخليك تجوعك وتموت.
انت يا عسليه يا خدامه يا واطيه يا ولاد الكلب. افتحوا يا ولاد الكلب، عايزه اخرج، عايزه اخرج. دخلولي. تقدر تستنى بره. انت مين؟ وجاي هنا عايز ايه؟ ليه؟ عملت فيا كده ليه يا زينب؟ ممكن تشرح لي انت عايز داليا هانم في ايه بالظبط؟ ساكت ليه يا جدع انت؟ ما تتكلم وتخلصنا. انا ما اذيتكيش في حاجه، بالعكس انا حبيتك، امنتلك على حياتي وعلى فلوسي. عملت فيا كده ليه يا زينب؟ واضح ان في لبس في الموضوع. من فضلك ما تتكلمش دلوقتي خالص. انا قعدت كتير اقلبها في دماغي، ما لقيتلكيش عذر واحد. تكذبي عليا يا زينب وتخليني اتجوزك وانت على ذمه راجل تاني، وبعدها تروحي تتجوزي واحد تالت، ايه الفجر ده؟ لازم اعرف. كوثر هددتني ان هي كانت هتفضحني. كوثر قتلتيني ليه؟ والله ما كان قصدي اسرقك، انا ساعتها كنت تايهه ما كنتش عارفه اتصرف، واخدت الشنطه فاكره ان انا هامن نفسي عشان ما نمشي تاني في الشارع زي ايام ما جيت لكم. ولما دخلت القطر وفتحت الشنطه ولقيت ان اللي فيها كان كل اللي حيلتك، ذهبك وفلوسك. زعلت قوي من نفسي، انا ما كنتش عايزه اسرقك والله. منك لله، بعد اللي عملتيه فيا ما بقتش اثق في حد، بقت كل الناس في نظري غشاشين وحراميه وكدابين بسببك. خلاص نتكلم على المكشوف. الذهب والفلوس اللي خدتهم منك داليا كانوا كام؟ داليا ساعتها كان اسمها زينب. كام؟ هو انت بتسألني ليه يا استاذ؟ انت تديهم لي 2 مليون جنيه. محروس انا عايزه اعوضك على اللي خدته منك 5 اضعاف. انت في يوم من الايام كنت البني ادم الوحيد اللي عامل لي معامله حلوه. انت كمان جبنت ولا ايه؟ اوعى اوعى انت. سيبه يا مختار، سيبه. انا هبلغ عنك البوليس. بلغ البوليس، يلا هات البوليس دلوقتي. الهانم محكوم عليها ب10 سنين في القضيه بتاعتي، سرقه وتزوير ونصب. هات البوليس. انت غبي. الست دي اسمها داليا نور، سيدة اعمال كبيرة في البلد، محدش هيصدقك. تليفون واحد هتتحبس، ولا تحقيق ولا قضية ولا نيلة. اعقل وفكر
قبل ما تتهور. انت ليك حقك وهتاخده. 2 مليون؟ 10 مليون يا محروس. انا عارفه ان انا غلطت في حقك، وان مفيش حاجه اقدر اعملها عشان اعوضك على اللي انت خسرته. انا متاكده انك بني ادم طيب، وفي يوم من الايام كنت بتحبني زي ما انت بتقول، بس ما تخلينيش اذيك تاني يا محروس. هتمضي وصوله امانه بضعف المبلغ عشان نضمن ان انت مش هتتغابل بعد كده. افتحوا يلا للكلب، عايزه اخرج، عايزه اخرج. ايه الصريخ ده؟ انتوا بتعذبوا الناس هنا ولا ايه؟ افتحوا يلا للكلب. قلت ايه؟ عايزه اخرج. أنا الألم والوجع اللي شفته ما يقعدنيش عنه ملايين الدنيا، بس أنا موافق، مش عايز أشوف وشك تاني في حياتي. ربنا ينتقم منك. هفضل أدعي عليكي ليل ونهار يا زينب. ربنا ينتقم منك عشان أنا ما عملتلكيش حاجة. ربنا ينتقم منك يا زينب. كده خلاص، محروس ده مش هنشوفه تاني. بس برضه يا مختار انت ما قررتوش على اللي قاله على مكاني. ممكن يكون شافك في اي حته يعني، ممكن يكون في مجله، في خبر على النت. تركزيش. أو ممكن يكونوا بيراقبوني وعلى أساس ده بيعرفوا أنا فين. لا مظنش، بلاش الأوهام. أوهام يا مختار؟ أنت مش شايف اللي بيحصل؟ ما شايف، وشايف إنك يعني ده ليه. في واحد عايز يقابل حضرتك بره. اتفضل. مين؟ طارق شاهين جوزها وأبو ابنها. دي واحدة وخليك تعمل.